انا عندي داخل في 18 سنه، بلعب ديفندر ونص ملعب، ودلوقتي بتمرن مع الفريق الاول اول تمرينه ليا النهارده. وانا الاول كنت بحس بتعب، ما كنتش معرف اهلي اصلا بالتعب. في مره واحده من كتر التمرين وان حطيتش الوجع في دماغي وكده، التعب زاد بقى، فقلت لازم اروح لدكتور واعرف اهلي وكده. فقالوا لي التهابات وكلام غريب، وانا اعمل عمليه مش عارف انا اعمل ايه. كنت عامل عمليات غلط اصلا خالص، ما كنتش حدش قال لي في بورسعيد هنا ان انا عندي كانسر يعني. فبعد كده والدي قام اخدني المنصوره، كشف عليا وعملنا اشعاعات وتحاليل وكده، وعملت عمليه شلت الورم. وبعد كده بدات رحله الكيماوي، بس كنتش عارف ان هو كيماوي يعني، بدأوا ان هو مضاد حيوي واهلي مش معرفين حاجه خالص. في مره واحده انا بعد الجرعه الاولى كده كنت رحت حجزت المستشفى، تعبت وكده رحت حجزت المستشفى، بعمل في شعري كده فانا نايم على السرير فلقيته بيقع، فبيطلع في ايدي كده. قمت قايل لوالدي ده اللي مضاد حيوي مش عارف ايه، فاتصدمت كده بس ما زعلتش يعني، ما عرفتش ان انا ازعل. بعدها بقى قمت بدات الجرعه الثانيه والثالثه، ما كنتش بحط في دماغي مثلا ان هو حوار مثلا موت او كلام من ده. كنت انا اخلص العلاج ده، اخلص الجلسه دي واللي بعدها وكذا الجلسه يعني وخلاص، وهقوم بسلامه وارجع تاني العب وكده. كنت يعني يجي لي وجع كده اهوت وانا بجري مثلا وانا بعمل مجهود، فقلت مش مهم. انا كنتش بحب ابطل التمرين ابدا يعني، كنت اتمرن صبح وليل، ما بحبش ابطل التمرين حتى لو انا مثلا مصاب تعبان باجي على نفسي. فاجت بقى فتره انا خلاص مش قادر بقى يعني، مش قادر اتحرك اصلا، مش قادر امشي، مش قادر اعمل حاجه. فمتعرفت اهلي على طول تاني يوم، نزلت هنا دكاتره في بورسعيد اطمن مش عارف ايه. تاني يوم بقى صحيت الصبح مسافر المنصوره بقى، هناك اللي عرفوني كل حاجه وتحاليل واشعاعات وكل حاجه. كانت فتره مش سهله يعني، بس الحمد لله عدت. بيتهيألي انا عامل عمليه هنا او جرح هنا، بس انا ما اعرفش يعني، انا والله ما اعرف المكان فين، مش سائل، مش حاطط حوار في دماغي يعني. الناس كلها واقفه جنبي، ومن اول ما نزل المريخ بصراحه كان واقف جنبي طول الوقت، وساعدني جدا كابتن احمد جوار وكابتن اسامه بس انا يعني كتير من اللي كتبته على الفيس ان هو الناس تدعي لي وكده، كنت بصراحه محتاج الدعوه، كنتش قادر يعني، التعب كان شديد. بس يعني انا بستحمل الجرعه وخلاص يعني، اللي هو انا حاطط دماغي ان تعب الجرعه دوت وهقوم الحمد لله ان شاء الله يعني. والحمد لله قمت بالسلامه يعني بدعوة الناس طبعا. انا اجت عليا فتره في الجلسه الثالثه، انا جيت تاني يوم في الجرعه انا تعبت، ما كنتش اكمل العلاج، واتشكلت مع والدي ومع اهلي ومع المستشفى وانا مش واخد العلاج. بس لما كابتن احمد جوهر والفيديوهات والحاجات دي وصلت لي وشفتها بصراحه يعني خدت عزيمه اكتر. انا كنت عارف في دماغي ان انا مش هكمل العلاج، بس الحمد لله انا كملت. كابتن حسام طبعا العزيمه كلها طبعا اخدت يعني، لما شفت الفيديو بتاعه قلت لازم اتعلم منه، ان هو شخصيه انا عندها عزيمه واراده، فانا لازم ليه ما ببقاش شبهه واخد من عزيمته وارادته. وساعدني الفيديو بتاعه برده بصراحه، كل الفيديوهات ساعدتني جدا بصراحه. كابتن النادي المصري برده وقفت معاه كتير، فيهم كابتن اسلام صلاح وكابتن محمد صالح جول البيت، كابتن اسامه السيد وقف معايا كتير في الفتره ديت، ساعدني ان هو يعمل لي فيديوهات ويجي لي ويفرحني. وحب طبعا اشكره واشكر نادي المريخ جميعا يعني. هو اهم حاجه عند المريض نفسيته لو وحشه مثلا في الفتره ديت ومحدش مؤذره ومحدش واقف جنبه كده، ممكن يتعب وممكن ما يكملش العلاج وممكن يتعب جدا يعني. فكلام الناس طبعا بيفرق يعني فرق معايا كتير. انا كنت باخد علاج مكثف جدا يعني، كنت باخد يعني مثلا في ناس تاخد لك جرعه واحده، جلسه واحده اللي هي جرعه واحده في كل 20 يوم. انا كنت باخد خمس جلسات ورا بعض، خمس ايام ورا بعض كل 15 يوم، كنت اخدها مكثفه. مستشفى التضامن جوه في الممرضين وكده ما كانوش مصدقين ان انا اخد كل الكميه دي، قالوا ازاي واحد في سنه يستحمل الكميه دي. لازم انت في حياتك هتحط في موقف شبه دوت دلوقتي او بعدين، بس انت لازم تقاتل، هي الحياه كلها ابتلاء. كنت مؤمن جدا بربنا ان انا ده حاجه عاديه وانا هقوم. انا لما عرفت مثلا ان ده كيماوي كنت ساعتها في المستشفى وساعتها شعري وقع ومش عارف ايه، لما عرفت انت يعني اتصدمت كده من المنظر، بس ان هو كان شعري في ايدي كنتش بتكسف. هو وقع من هنا وانا انا رحت حلقته. بعد كده الجلسه اللي بعدها حواجبي بدات تقع، شعر جسمي كله وقع، بس ما فرقش معايا يعني. انا كنت خلص الجلسه واقوم انزل واقعد مع اصحابي واخرج وعادي، ما فيش اي حاجه. كابتن السيد ابو الحمد كلمني وقال لي عايزك تيجي تلعب معانا ماتش في الناشئين مش عارف ايه، اللي هو ده هيفرحني او كده. نزلت اول ماتش بور فؤاد كنا بنلعبه وما كنتش اتاهلت ولا اي حاجه،
فجيت كده كنت عمال اجري عايز العب، اللي هو انا فرحان كان نفسي العب وانزل الملعب وكده. انا لعبت الماتش من اوله لغايه اخره، جيت في الدقيقه 80 وقعت في الارض ما كنتش قادر اكمل، مفيش نفس ما جسمي كله، فشبه اغمى عليا كده في الماتش، فجروا عليا ومش عارف ايه وجابوا لي ميه وكده، فقمت غسلت وشي بميه قمت نازل مكمل تاني بس كملت 90 دقيقه الحمد لله. ساعتها جبت جون. الماتش اللي بعده كان كبسي وبعدين مصري، لعبت 90 دقيقه ولعبت 90 دقيقه الحمد لله. ساعتها برضه كنت بتمرن، يعني رحت التمشي دول بدايه ان انا امشي رجلي كده، بس كنت كويس الحمد لله، وسجلت ماتش، سجلت هدف ماتش بوفاد وماتش كبسي والله. وانا قبل ما ارجع استقبلوني استقبال بعد ما ربنا شفاني الحمد لله، فرحان جدا بهديه، وكان يعني اجتماع حلو جدا في النادي وفرحوني بصراحه. والنهارده اول تمرين ليا معاهم مع الفريق الاول، فرحان طبعا ان انا رجعت وسطهم ووسط اللعيبه، ودي دفعه كبيره ليا ان انا يعني ابقى وسط لعيبه كبيره شويه ديت في نادي المريخ. اهم حاجه طبعا العزيمه، دي اهم حاجه العزيمه والنفسيه، ان انت ما تفكرش في حاجه، انت هتقوم بالسلامه وكل اللي في دماغك ان انت هتقوم، وبالعزيمه طبعا بالاراده هتقوم باذن الله، واي حد اقوى من اي مرض، احنا ربنا خالق لكل واحد قوه بياخد على قدها، مفيش حاجه هتاخد فوق طاقتك. اهلي طبعا هم السبب ان انا اقوم بالسلامه، كانوا طبعا جنبي طول الوقت ومعايا وقدروا على قد ما قدروا ان هم يفرحوني وما يحسونيش بان انا فيها حاجه، بس هم كانوا سبب رئيسي في ان انا مثلا اعدي الفتره ديت او اتخطاها، كانوا سبب كبير كمان. والفتره دي طبعا عرفتني على ناس كتير كويسه كنت لازم اعرفهم من زمان، وناس كتير عرف يعني الفتره دي عرفتني برده ناس ما كنتش لازم اعرفهم باذن الله، يعني احاول ان انا احقق حاجه اكبر من كده، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني.